عودة لكم أصدقائنا المشاهدين طبعا من برنامج مجتمع وناس مع ضيفتنا كارين خوري مديرة التسويق والعلاقات العامة بمركز سرطان الأطفال. أهلا وسهلا فيك كارين معنا. صباح الخير نادية. صباح النور كارين. بالبداية بديك تعرفينا هيك عن المركز، مركز سرطان الأطفال بلبنان. مركز سرطان الأطفال بلبنان هو مركز رائد بالعلاج الأطفال اللي معهم سرطان بدون أي كلفة على أهلهم. نعم. المركز صار له موجود بلبنان ببيروت 11 سنة، خلال هال 11 سنة قدرنا نعالج أكثر من 888 ولد من كافة المناطق اللبنانية وحتى من دول عربية المجاورة ككل، حتى بدول المنطقة كلها. الخبرية الحلوة بالموضوع أنه خلال هال 11 سنة من هال 888 ولد في عنا نسبة شفاء معدلة عم تطلع فوق 80%. لهذه اللي هي خبرية كتير حلوة. يعني اليوم نحن قدرنا نتوصل بمركز سرطان الأطفال أنه ما بقى نخاف من كلمة السرطان، لأنه أطفالنا عم بيشفوا بفضل الخيرين وأكيد بفضل الأطباء وكل العاملين بمركز سرطان الأطفال. نعم أكيد. يعني كمان طبعا بدنا ننوه أنه سرطان الأطفال بيختلف عن سرطان اللي بصف فيه الشخص الكبير بالعمر. إذا بدنا نحكي أكثر عن أنواع السرطانات اللي بيصابوا فيها الأطفال. هلا اكيد اكثر نوع سرطان بنصابوا فيها اطفالنا بالمنطقه هي سرطان الدم او اللوكيميا. نعم. من بعدها بيجي سرطان الدماغ او سرطان الراس. بس كمان خبريه حلوه بالموضوع انه اللوكيميا سرطان الدم عند الاطفال، في نوع معين من اللوكيميا قدرنا نتوصل لنسبه شفاء في بمركز سرطان الاطفال اكثر من 90%. نعم. يعني الطفل اللي بيكون معه سرطان الدم بيتعالج عنا بمركز سرطان الأطفال، عنده سنتين تقريبا من العلاج، سنتين وشوي، ومن بعدها بيطلع وبيكفي حياته بشكل طبيعي. نعم. لكن طبعا لازم يكون الشخص مكتشف هالمشكلة بوقت مبكر. أكيد أحسن نكتشف المرض والأهل يضلوا واعيين على صحة طفلهم، إذا تغير شيء معين بالسلوك تبعهم، حرارة مستمرة بشكل طويل، يعني في هيك سيمتومز معينة معقول يلاحظوها الأهل عند الأطفال، وأكيد بينسأل الحكيم الطفل من خلال فحوصات صغيرة معقول يشكوا أنه معقول يكون في سرطان. هون أكيد بندعي الأهل دغري يتوجهوا لمركز سرطان الأطفال، لأنه عنا فحوصات أولية تشخيصية كتير دقيقة، فينا نعرف مصبوط نحن بأي مرحلة شو هو نوع السرطان ونحدد بروتوكول معين للعلاج اللي هو بيوصلنا لنسبة شفاء عالية. وهون أكيد بدي نوه أنه أكيد يعني المركز مفتوح ل كل الناس. نعم. ونحن قادرين نساعد كل الناس بفضل دعم الخيرين، فدايما بحاجة للتبرعات لأنه هو المصدر الوحيد لنقدر نكفي المركز، والحمد لله المركز قادر بعده يضل يكفي بمهمته بعلاج الأطفال لل 11 سنة لأنه كان عندنا دعم كبير. وأكيد كلنا بنعرف كلفة السرطان أبدا منا قليلة. صحيح. عندنا ميزانية سنوية ما بتقل عن 12 مليون دولار لنقدر نكفي نعالج الأولاد. نعم. يعني بس لأعطيك فكرة عن الكلفة، طفل واحد لسنة واحدة. نعم. معدل كلفة عليجه ما بتقل عن 50,000 دولار. فبحاجة كتير نحن لدايما دعم الخيرين، وما ضروري بمبالغ كبيرة، يعني ما في مبلغ قليل، مش $20 يمكن بالشهر أو التبرع المرة اللي بده يجي وكل فترة بده الشخص يتبرع يجمع. هو اللي عن جد بيعملوا فرق كتير كبير. صحيح. بيجمع. بعدين نحن عم نحكي هون عن أطفال، يعني ما في الشخص ما يقدر يسمع انه طفل مريض او بحاجه لمساعده وما يساعده يعني تلقائيا بلا ما يفكر حتى مرتين بالموضوع. اكيد. واكثر من هيك انه الطفل مش انه عم نساعده يمكن لفتره قصيره من عمره وبعدين خلص، بالعكس عم نساعد الطفل لا يعني لا يشبه. مهمه امل ومهمه حياه، منا ابدا شغله بتزعل. صحيح صحيح. ولكن مثل ما قلنا نسب النجاح صارت عم تكون اكبر، وهذا الشيء اللي بيطمن وبيخلي انه لا نحن ما عم نشتغل على الفاضي، ما يعني حتى الواحد لما عم بحط مصاري ما عم بحطهم على الفاضي، عم بيكون في نتيجه بالنهاية. بيساعد الطفل يعيش حياه طبيعيه بدون السرطان. صحيح صحيح. هذا الشيء حلو. هلا حضرتكم عم تنظموا او بلشتوا بحمله تحت عنوان Eat Out for Life. نعم. اذا بتخبرينا اكثر عن هالحمله شو بتضم وشو الهدف منها؟ انطلقت حمله Eat Out for Life
الشفايف السنويه لمركز سرطان الاطفال، هيدي ثالث سنه بتصير بنطلق الحمله، ثالث سنه على التوالي، وحمله كثير حلوه، بنلاحظ كثير الناس بيتعاطفوا معها وبحبوها واكيد بيشتركوا بالحمله. انطلقت نهار الاثنين ب 17 الشهر ومستمره لنهار الاحد ب 23 الشهر. في مجموعة مطاعم مشاركين بإيت أوت فور لايف، مجرد نحن زيارة هالمطاعم إن كان لنتعشى لنتغدى لنتروق حتى، وفي كافيات، يعني في فرايتي من المطاعم من خلال بجيات معينة، يعني ميزانيات مختلفة وحتى نوع أكل وأنواع مطاعم مختلفة. نعم، مجرد انه نتوجه على هالمطاعم بيكون في نسبه من الارباح عم بتعود لمركز سرطان الاطفال بدون اي كلفه ابدا على الزبون، لانه يعني اصحاب المطاعم قرروا انه بهالجمعه يقتطفوا نسبه من ارباحهم ويقدموها تبرع لمركز سرطان الاطفال. فكرمال هيك نحن عم ندعي كل الناس اكيد يزوروا المطاعم بهيدي الفتره بهيدي الجمعه، يعني هلا نحن بعد عنا كم يوم وعنا الويك اند اللي هي حلوه الظهرات بالويك صح، هون فينا نزور كل المطاعم بهيدي الفتره ونكون عم ندعم الحمله. صحيح، واذا الشخص هيك يعني بيختار احد هالمطاعم يلي هي مشاركه بيكون هيك كمان عم بيساعد بطريقه يعني بلا ما يحس. نعم، هو على كل الاحوال بده يروح مثلا يتعشى او يتغدى، ما في كلفه اضافيه على الشخص، يعني في بس نسبه العادي هو اذا راح اليوم او راح جمعه الجاي ما حيدفع زياده، بالعكس، بس بيكون انه بهالجمعه طعمه هالوجبه اللي عم بياخذها بهالمطعم رح تكون غير، لانه رح يعرف انه بيكون ساعد طفل مصاب بالسرطان عندنا بالمركز. نعم صحيح اكيد. لكن مدة الحملة عم تكون بس لمدة أسبوع واحد. نعم، مثل ما قلتي لي صار هيدي ثالث سنة على التوالي. نعم، شو اختلفت أول سنة عن ثاني سنة؟ هل عم تلاحظوا يمكن في إقبال أكثر من قبل الشركات أو المطاعم يلي عم تشارك معكم؟ أكيد. أو هل الناس صار عندهم وعي أكثر إنه يساعدوا كمان بهيك؟ أكيد أول سنة وقتها طلقناها من سنتين كان بعدها فكرة جديدة. صح. وبس لقينا من أول سنة إقبال كبير، إن كان من المطاعم، إن كان من السبونسرز، من الداعمين، وحتى من الناس، يعني الناس حبت الفكرة وصارت تشجع، يعني واجينا كتير اتصالات وبعده لليوم كرمال هيك الحملة مستمرة، لأنه منلاقي هالإقبال كتير حلو من كافة المجتمع من حوالينا. هون بس بدي أشكر كمان السبونسر الدايم للحملة هوا تشيكن، والسنة عنا كمان ماي ووتر فرونت سيتي وجمال تراست بانك لدعمهم، وأكيد لستة المطاعم كلها، يعني لستة كتير طويلة، تقريبا عنا 35 مطعم مشاركين. أكيد بدعي الكل إذا بحبوا يعرفوا عن المطاعم، عن تفاصيل عن كل مطعم، شو بيقدم من نوع أكل، شو أرقام تليفوناتهم، وين موجودين، عنا موجودين بكافة المناطق اللبنانية، فين يتوجهوا على صفحة الحملة على الإنترنت اللي هي www.eatoutforlife.com. نعم، وكمان على فيسبوك نحن موجودين من خلال صفحات المركز Children's Cancer Center of Lebanon، إن كان على فيسبوك، على تويتر، وحتى على يوتيوب. نعم، وكمان للأشخاص اللي هلأ حابين يعرفوا يمكن ما بينطروا يفوتوا على الإنترنت، فين يتصلوا فينا على 01 أو 70 35 15 15. نعم، لكن في العديد من المطاعم اللي مشاركة وفي كتير أوبشنز وهي منوعة، يعني كل الأشخاص بيقدروا إذا قصدوا أنه يساعدوا بهالحملة لحتى تتكلل بالنجاح ولحتى تقدروا تاخدوا النتيجة اللي أنتوا منتظرينا. أكيد بالنهاية كل ما الناس أكيد قصدت هالمطاعم كل ما أرباح عم بتزيد عند المطاعم، وأكيد نسبة التبرع للمركز عم بتزيد. عم بتكون فكرمال هيك منشجع الكل أنه لقيهم ونشوفهم في مطاعم Eat Out for Life. نعم، لكن إذا بدنا نحكي عن أكثر عن المواضيع الإنجازات يلي بيقوم فيها المركز، يعني هلا هيدا آخر حملة عم بتقوموا فيها، ولكن في أكيد دائما عمل متكرر ومتواصل لحتى تقدروا دائما تضلكم مثل ما قلتوا واقفين على إجريكم وتساعدوا أكبر كم ممكن من الأطفال يلي مصابين بهالمرض. شو هي الإنجازات يلي قمتوا فيها ويلي هلا مثلا عم بتحضروا لها؟ نعم، المركز بخلال ال 11 سنة اللي مرقوا، يعني لنقدر نتوصل انه نعالج هالعدد الكبير من الاطفال شغلة منا هينة، وبس باتكالنا على التبرعات. يعني بتذكر وقت بلشنا بالمركز سنة 2002 كنا قادرين بس نساعد 50 ولد بالسنة. السنة اليوم عنا بمركز سرطان الأطفال تقريبا 200 ل 250 ولد عم بيتعالجوا من مرض السرطان، وهيدا إنجاز كتير كبير بفضل التبرعات وبفضل دعم الخيرين الكتار.
بالإضافة إلى هيك يعني دايما بمركز سرطان الأطفال اللي نحن موجودين بمستشفى الجامعة الأمريكية، وفي عنا التواصل الدائم مع مستشفى سين جود للأبحاث اللي موجود بأمريكا بمنفس تينيسي، اللي هو مستشفى رائد لعلاج الأطفال اللي معهم سرطان وللفحوصات وللريسيرش، للتوصل إلى أجندة أو إذا بدك أحسن علاجات لا مرض السرطان. فنحن بهالتواصل اللي عنا اياه مع سين جود عم نقدر ناخذ اهم بروتوكولات للعلاج اللي بتوصلنا لهالنسبة النجاح العاليه. فكمان حتى بالمركز بيصير دائما دراسات عن لا نقدر نتوصل ل أكثر وأنجح طريقة لعلاج أطفالنا من السرطان. ودايما مستمرين يعني أكيد بهذا الموضوع، ودايما أكيد عنا حملات يعني مثل ما ذكرت لك الميزانية السنوية اللي عنا إياها منا هينة تتأمن، ومع أوضاعنا أكيد يعني بتصير دايما أصعب. كرمال هيك منشجع دايما الناس لأنه كلنا بالنهاية لبعض، فتبرع صغير يمكن شوي شوي مع الوقت بيكبر عن جد بيعمل فرق كتير كبير. فدايما مستمرين بحملات جديدة مثل Eat Out for Life وأكيد غيرها للأشخاص فيهم يساعدوا بدون ما يحسوا يمكن بعبء، بالعكس بحسوا بفرح كتير كبير لأنه بيكونوا عن جد عملوا فرق بحياة طفل. والسرطان بالنهاية شيء ما فينا يعني بعد ما نعرف كيف فينا نتوقع منه أو شو فينا نعمل حتى نبعد هالشي عنا، فكلنا معرضين. وبالتالي مهمتنا كلنا أنه إذا فينا نساهم نساعد. لكن مثلا في غير مراكز مختصة بغير أمراض فينا نقول بتقدر تعمل حملات توعية لحتى توقي من هالمرض، ولكن بهالمرض بالذات يلي عم نحكي عنه اللي هو سرطان الأطفال ما في أمور يقدر الواحد يعملها لحتى يتوقع؟ يعني ما فينا نعرف إذا هي يعني أوقات يمكن أشخاص يمكن العدد أقل من غيره أنه بيخلقوا أطفال عندهم السرطان، وأشخاص بيكتسبوه مع العمر، ويمكن يعني قد ايه المرحلة العمرية اللي أكثر شيء عم بيكون الأطفال مصابين فيها بهالمرض؟ هلا بالمركز نحن بنعالج أطفال من عمرهم أشهر بسيطة لعمر ال 18 سنة، وبنلاقي إنه في حالات بكافة هالأعمار وبشكل يعني من شي سنتين ثلاثة صرنا عم نلاحظ إنه في أطفال عم بيجوا بعمر أصغر، يعني طفالة بيكونوا بأشهر أعمارهم. هلا اللي فينا يمكن نقوله أكيد الطب بعد ما بيقول مثل ما قلت لك إنه سبب معين للسرطان، بس أكيد اتباع حياة صحية، نتنشأ هوا نظيف، ناكل أكل نظيف، نكون مهتمين بصحتنا، أكيد بيساعد أنه الإنسان يكون بصحة أحسن ليقدر يحارب أي نوع مرض معين. ولحديت ما نتوصل يعني لا إذا بدك حل للسرطان جذري أو لهيك أسباب لنقدر نتوقع منه، بكون نحن مهيئين أنه صحتنا منيحة. والحمد لله نحن ما عم نحكي عن نسب نجاح قليلة أبدا، عم نحكي يعني أوقات بحدود 80 و90% نسب شفاء، وهذا الشيء كتير منيح. هل عم بيكون مؤمن بالنسبة لكم قصص العلاج مثلا اللي عم تكون بالخارج، عم تكون مؤمن لكم أنه تقدروا تحصلوا عليها بصور سريعة؟ أكيد هذه اللي بتساعد لنتوصل لنسبة النجاح العالية. يعني غير أنه الواحد ما لازم يفكر أنه نحن لأنه منقدم العلاج بدون أي كلفة على الأهل، يعني العلاج منه ضمن مستوى معين من النوعية أو من طبيعة العلاج. بالعكس كوننا موجودين بمركز سرطان، نحن كمركز سرطان الأطفال بالمستشفى الجامعة الأمريكية، في عندك يعني عم بيحصل الطفل على أحسن علاج معقول يتلقيه بلبنان وحتى بالمنطقة ككل، إن كان من الفحوصات اللي بينعملوا إن كان من طريقة التعامل مع الطفل. يعني هون كمان الشق النفسي بيلعب كتير دور مهم. بس الطفل يفوت على المركز ويلاقي المركز كله ملون، ما بحس حاله فايت على مستشفى أو مركز علاج، بحس حاله جاي يمكن على جاردوري يقضي أوقات حلوة. كله هيدا بيساعد. وخاصة أكتر من هيك كل الأطباء اللي موجودين بالمركز والممرضات وكل حدا بيتعامل مع الولد مختصين بعلاج الأطفال. يعني ضمن العلم تبعهم أكيد في طريقة معينة إلا
يتعاملوا مع الأطفال حتى الطفل يتجاوب مع العلاج ومعهم أكثر بشكل أحسن. فلا كل إذا بدي كل الجوانب مدروسة بشكل كتير مهم، ودائما مطلعين للمستقبل من خلال إنه دائما التيم كله، الطاقم الطبي وحتى الطاقم الإداري وكلنا بمركز سرطان الأطفال في ترينينجز وفي إذا بدك بعلم مستمر، ودائما مستمرين مع كل شيء تطورات بتكون صارت بالمجال. صحيح، كان كثير بنسمع نحن اشخاص بس تقول قدامهم سرطان او ما بحبوا يلفظوا الاسم، بيقولوا هيداك المرض او هيدا صار. لا هلا صار في كثير امور بتخلي انه الواحد لا الحمد لله صار في نسب نجاح كبيره، وصار بنقدر نقول انه اذا اصبنا بهالمرض مثل غيره بنقدر نتخلص منه، بس بده معالجه وبده متابعه دائما وبده امور يعني اشخاص مختصين يتابعوا معهم. بالنسبه عم نحكي لاطفال يعني في مثل ما قلتي امور نفسيه كثير بتاثر، خاصه اذا كان بعمر واعي شوي يعني بيقدر يمكن اصحاب ما اصحاب، انه هون كيف تقدروا تتعاملوا مع الطفل بهيك حالات؟ يعني اذا الشخص جاي مثلا الطفل جاي ومتاثر كثير ومنه رافض فكره مثلا انه يصير يعاني من المشاكل اللي بيعاني منها الشخص اللي بيتعرض للعلاج. منا هينه اكيد باول مرحله من العلاج الشغله كلها بتكون جديده على الطفل وعلى اهله، يعني على على بيتهم ككل، لانه على العائله كلها. صحيح. مزبوط. وبس يعني مثل ما قلت لك الاطباء عندنا وممرضات وحتى في عندنا اختصاصيه نفسيه بتكون مواكبه العائله كلها خلال العلاج. سو باول مرحله العلاج بنقعد مع الطفل ومع اهله ومع عائلتهم، بيعرفوا على شو ادمين، على شو مرحله العلاج، شو رح يصير مع الطفل، وشوي شوي بتلاقيهم بيصيروا بيتقبلوا، بالعكس بيصيروا بيحتضنوا هالموضوع وبياخذوه ك اذا بدك نوع من قوه، وبالعكس هذا الشيء بيرجع بيعطيهم يعني مثل ما بدي اقول بينطفتوا، بس بيصيروا اقوى من المرض وبيصيروا هن عم بيعطوا، كان الاولاد هن اللي عم بيعطوا القوه لاهلهم وكل الناس حواليهم، يعني من نحن كاداريين لكل الناس اللي بيكونوا عم بيلتقوا فيهم. صحيح، يعني هلا عم نشوف اكثر عم يتركز على هالموضوع وعم نشوف اطفال يعني بدنا نقول كثير برافو انهم بيكونوا كثير قوايا وما عم تفرق معهم يعني هالمشكله اللي عم تعرضوا لها، لانه يمكن عارفين انه نسبه النجاح او عارفين حالهم نحن رح نشفى ورح نكون اقوى من هالمرض. مزبوط. وهيدا الشيء اللي بشجع وبطمن. نعم. فكان اذا بدنا نحكي كمان ايضا عن الامور يلي بيقدمها المركز، يعني عم نشوف هلا كثير انجازات وكثير خدمات عم تقدم من قبل للمركز، كيف بيقدر هل بتقدروا مثلا بطريقه ما انه تقلل الاثار الجانبيه يلي ممكن تحصل من خلال العلاجات للاطفال؟ اكيد سنه توصلنا كنا بمنتدى العمل من شهرين تقريبا ومن شهر اكشلي، وتوصلنا لنقدر نوصل من خلال التواصل اللي عندنا اياه مع سين جود والدراسات اللي عم بتصير بمركز سرطان الاطفال، قدرنا نتوصل لطريقه علاج من خلال درس بيولوجيه السرطان، نقدم العلاج باقل سموم معينه، فبطريقه العلاج صار على الطفل اهون، السايد افكتس اللي عندنا او الردود الفعل اللي معقول تصير من خلال العلاج الاول اللي كان ينعطى للسرطان عم بتخف، فهيدا شيء كمان شيء كثير اساسي، واذا بدك يعني بروف انه نحن يعني عم دائما عم نتطور بالعلاج، واكيد مش قاشعين الا الطفل وصحة الطفل، واكيد يكون اكثر شيء مرتاح خلال فترة العلاج، فهيدي شغله كثير اساسيه. صحيح. وهون اكيد برجع بنوه انه هلا الاطباء عم يشتغلوا ونحن الدراسات مستمره، بس اكيد اذا ما كان عندنا صلوات واذا ما كان عندنا دعم من المجتمع الخارجي ان كان من تبرعات ان كان من اكيد، لانه ايد لوحده ما بتقدر تزقي. مزبوط، ما فينا نتوصل لشيء. وبما انه عم نحكي عن هذا الموضوع بدي اذكر يمكن كمان بروجرام غير الايت اوت فور لايف، في عندنا بروجرام شهري كثير حلو للتبرعات، الاشخاص فيهم ينقوا القيمه اللي هن بدهم اياها يتبرعوها بس بشكل شهري، فيها تكون قيمه كثير صغيره وفيها تكون قيمه قد ما هن بيرتاحوا يعملوها، بس بتكون عم تنعمل بشكل شهري، الشخص بيكون مطمن باله ومريح قلبه انه هو بشكل مستدام عم بيساعد
طفل أو بيساعد أطفال عنا بمركز سرطان الأطفال، وبنفس الوقت ما بيكون يمكن عم يتضايق لأنه القيمة هو بيحددها. وحتى في عنا طرق كتير هينة للتبرعات، إن كان من خلال البنك أو من خلال الإنترنت على الويب سايت تبع المركز اللي هو www.cccl.org.lb. وحتى فينا الشخص كمان مندوب من المركز يروح على الادريس تبع المتبرع ياخذ منه التبرع ويوصلنا اياه. نعم، لكن في كثير تسهيلات، شخص اذا مزبوط قاصد وحابب انه يساعد. نعم. ما في شيء عقبه بتقدر توقف بوجهه، مثل ما قلنا هلا يعني العصر التطور صار وصار في كثير قصص بتقدر انه تخلينا نحصل على اللي بدنا اياه او نوصل اللي بدنا اياه بشكل سريع. صحيح. لكن انا بدي اتشكرك، بدي ارجع بس يعني وقتنا صار على اخر، وبدي بس بالاخير نرجع نذكر بهالحمله، لانه هو كان هدفنا اكثر انه نوصل لكل الاشخاص يلي عم بيساعدوهم انه في هلا حمله عم تقام، وبتقدروا انتم من خلالها انه تساعدوا بلا ما تحسوا حالكم انه عم بتساعدوا، يعني الا بكون شغله من جوا نفسيه عم تنحس، ولكن ماديا ما بكون ابدا عم بشي عم بيزيد عليهم. بس نذكر نذكر بحمله ايت اوت فور لايف اللي طلقها مركز سرطان الاطفال بلبنان نهار الاثنين ب 17 الشهر، ومستمره لنهار الاحد بعد عنا تقريبا 4 أيام. زيارة المطاعم المشاركة بحملة Eat Out for Life بدون أي كلفة إضافية، بنكون بشكل أوتوماتيكي عم نساهم بدعم أطفال مركز سرطان الأطفال. أكيد ليست المطاعم موجودة على صفحة الحملة الخاصة اللي هي www.eatoutforlife.com. وكمان لمزيد من الاستفسار كل الأشخاص فيهم يتصلوا فينا عن للاستفسار عن الحملة أو عن مركز سرطان الأطفال من خلال أرقام التليفون 01 أو 70 35 15 15. نعم، لكن كل القصص التواصل أمنا لكم، وهي كمان سهلة إنه تقدروا تحصلوا عليها. نحن بدنا ندعي كل الأشخاص يلي قادرين إنه يساعدوا، ما حدا يتردد أبدا لأنه يساعد، لأنه مساعدة لو صغيرة بتقدر يمكن تشفي شخص وبتقدر تعمل فرق كتير كبير. أكيد. أنا بدي أتشكرك كتير، والله يعطيكم ألف عافية على هالمشروع الحلو يلي عم تقوموا فيه وهالمساعدات اللي عم تقدموها لأطفال. مثل ما عم نحكي طفل بريء منه يعني ما ذنبه شيء أكيد بأي شيء. شكرا نادية، وشكرا أكيد لمؤسسة تكون الكريمة الNBN اللي دايما مواكبيننا بكل الواجب، نقدر نحن كمان نساعد فيه لحتى نقدر نقدم لكم شيء. مشكورين، شكرا. بدعي الكل أكيد نشوفهم بالمطاعم إن شاء الله. لك أنا بدي أتشكر كتير كارين، وهلأ نحن بكون وصلنا لختام حلقتنا من مجتمع وناس. بتمنى أنه يكون الكل استمتع بهالحلقة، وبتمنى أنه الكل ما يتردد أنه يساعدوا الأطفال بمركز سرطان الأطفال بلبنان. طبعا بودعكم ونلتقى بحلقة جديدة. باي باي.